يقف هذا التصميم على حدود مكة المكرمة ليصافح أنظار الملايين. جمال التصميم والإبداع يتجليان في رسم كان صاحبه الفنان التشكيلي ضياء عزيز ضياء، وأضحى اليوم مشروعا جميلا اسمه بوابة مكة. الكرسي الخشبي اللي يوضع عليه القرآن في المساجد، ده هو اللي أوحى لفكرة البوابة، يعني أوحى للفكرة. تزهو ملامح العمران القائم في بوابة مكة ونقوشها المستوحاة من تراث أم القرى بشيء من لمسات الفن التشكيلي عبر ريشة رسام وضع قوائمها الأولى رسما ونفسا. من أهم العناصر اللي كانت المفروض توضع الضوء اللي طالع من وسط القرآن، ضوء اللي هو ينطلق إلى السماء. لم تكن حياة ضياء عزيز ضياء حبيسة الإبداع في الفن التشكيلي فحسب، بل كانت طرق أبواب فنون أخرى منذ أيام شبابه. أول ما ابتديت حياتي الفنية عزفت على العود وعلى الكمان، وعزفت على الأورج وعلى البيانو شوية، مش كتير يعني، وكان عندي قانون عزفت على القانون، يعني كنت مغرم بالموسيقى. بعدين في سن 13-14 ابتدأ موضوع الرسم، وما هجرت الموسيقى ولكن الرسم طغى على الموسيقى. مشروع بوابة مكة مولود مدلل ينمو يوما بعد آخر في حياة الفنان التشكيلي ضياء عزيز، ويستذكر ساعات الإلهام الذي قاده إلى ذلك وأدوات العمل التي رافقت المسيرة. من مكة المكرمة، خميس الزراني، العربية.